المرمى لازالت الخطوره قائمه من جانب فريق غادي الوداد. تسديد الدم 18 خطير وحط في الجول جول جول. هذا هو الان نعم واضح تماما، الكره توصل وهدف جميل ورائع تماما لصالح فريق نادي الوداد في اول تقريبا 7 دقائق من زمن الشوط المباراه الاول من كره. قلت لك الخطوره كانت واضحه والبدايه كانت واضحه والنهايه كانت خطيره وجميله، وهذا هو من سجل الهدف صاحب القميص رقم 28 نصير الظهير اليمين اللي كور اللقطه الماضيه، وبالتالي الان الوداد يتقدم بهدف الظهير اليمين نصير. شوف اللقطه تعود توصل قدام الجول نصير والمتابعه وبدون تغطيه كانت اطلاقا الكره، هنا التمريره هنا المحاوله هنا بعد ذلك نصير اللي يتدخل ويسجل في دقيقة 7 هدف لصالح الوداد، وبالتالي الوداد الآن يتقدم الوداد البيضاوي على حساب العين بهدف دون رد هنا طبعا واحد من الجماهير الصغيرة.